ازيكم عاملين ايه؟ بنشوف ستات وبنات حوامل، اول ما واحده تشوفها تقول لها انت بطنك مدوره يبقى انت حامل في بنت، واحده تانية تشوفها انت بطنك بيضاويه شويه فانت حامل في ولد. ايه صحه الكلام ده؟ وهل فعلا شكل البطن بيحدد الجنين؟ ده اللي هنعرفه من دكتور محمد عز استشاري جراحه النساء والتوليد. تعالوا نشوف هيقول لنا ايه. طبعا الكلام ده غلط تماما، عاري تماما من الصحه، وكل دي عباره عن تكهنات. يعني المفروض اللي بيحدد شكل البطن للام الحامل هو الوضع بتاع الجنين، حاجه اسمها اللاي. لو ترانسفيرس لاي يعني جاي بالعرض مستعرض بيبقى بطنها عريضه، ولو جاي بالطول لونجيتودينال لاي بتبقى البطن بالطول، انما ملوش علاقه خالص بهل الحمل ده ولد او بنت، مع ان في كتير قوي معتقدات كانت بتقول ان الحمل ده بيبقى فعلا ولد او بنت. بقت النسب عاليه فعلا موجوده، ولكن هي ملهاش اي اساس علمي خالص وملهاش اي حاجه في ارض الواقع يعني.